جاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أول 10 زعماء يصلون عتبات البيت الأبيض للاجتماع مع الإدارة الأمريكية الجديدة. محمود عباس الذي مضى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارات مكوكية التقى فيها عدد من الزعماء العرب لإعادة الدفء والوصال لعلاقاته معهم كمصر والأردن والمملكة السعودية، يجد في نفسه اليوم متحديا لخصوم أشداء على رأس السلطة الفلسطينية. زيارة سياسية بدت للرئيس الفلسطيني بادرة إنقاذ جديدة طلب فيها من الرئيس الأمريكي ترامب بالعمل الجاد على تطبيق حل الدولتين، واضعا أمامه آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بملف الاستيطان الذي بات مصدر تهديد حقيقي في وجه كل حلول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، محذرا من استمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لما فيها من انغلاق لكل أبواب الحلول المتوقعة، قائلا أنه قد آن الأوان لتنهي إسرائيل احتلالها داعيا إياها إلى الاعتراف باستقلال فلسطين. هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس الفلسطيني بضرورة وقف التحريض وعدم دفع الرواتب لأسر الشهداء والمعتقلين، بالإضافة لإعادة النظر في توجهات الإعلام الفلسطيني بما يخص التحريض على العنف. وبعد أن تمت الزيارة أصبح الفلسطينيون فصائل ومستقلين ومراقبين على مسافة واحدة من السرعة في الاهتمام في مواقفها تجاه نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني للبيت الأبيض. حركة فتح التي رافقت الزيارة كانت أول من أكدت على إيجابية اجتماع الرئيس الفلسطيني مع نظيره الأمريكي، وقالت أنه إيجابيا وفي غاية الأهمية. وكشفت حركة فتح في بيان لها أنه من المبكر الحديث عن إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، لا سيما أن الرئيس الفلسطيني شعر أن هناك إرادة حقيقية لدى الرئيس ترامب ليكون وسيطا وداعما لتسوية سياسية حقيقية تفضي لسلام للشعبين العربي والإسرائيلي، فيما رفضت حركة حماس بشدة تصريحات الرئيس عباس التي أدلى بها أثناء الزيارة بشأن قضايا الحل النهائي، واعتبرت أن ترامب لا يرغب في فرض أي ضغوط على الجانب الإسرائيلي في سبيل تحقيق السلام، بل يرغب في تسوية عربية إسرائيلية تتجاوز حل القضية الفلسطينية. من جانبها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس للبيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي لن تصب في مصلحة القضية الفلسطينية. ورأت حركة الجهاد الإسلامي أيضا موضوع الزيارة على أنها مقدمة لاعتماد أوراق المفاوض الفلسطيني شريكا ضد ما يسمى بالإرهاب، مشيرا إلى أن نتنياهو وترامب لا يمكن أن يأتيا بأي حقوق للشعب الفلسطيني.